وصلنا دلوقتي معرفة هيز كيتشن أو مطبخ الجحيم. الواحد لما كان ماشي في شوارع القرية اللي احنا جايينها ديت كنتش متوقع ان في مكان زي ده اصلا يمكن موجود في القرية دي. تحس ان في منطقة كده وقعت عملت الهياكل الغريبة واللي شكلها جميل واللي تبهرك واللي بتخليك مش عايز تمشي من قدامها دي. كل جزء في المكان ده يعني له لون مختلف، يعني شايفين اللون ده؟ اللون ده يعني لونه كده بنفسجي او موف، والالوان اللي هناك ديت حمراء وبرتقاني قوي كده، يعني مش عارف ايه الجمال ده. الواحد ساعات ما بيقدرش يصدق اللي عينه شايفاه، يعني انا متخيل ان البتاع ديت شبه الصوره كده فوتوغرافيه قدامي، عايز انط جواها عشان اشوف المكان ده بعينيا. يعني انا شايف المكان ده بعينيا بس مش مصدق. بيسموا المكان ده مطبخ الجحيم عشان درجه الحراره تحت هنا بتبقى عاليه جدا لدرجه انها ساعات بتوصل 50 درجه، وسمعنا برضو بعض الناس بتقول لنا تقدر تطبخ جوه. هننزل دلوقتي ونشوف الدنيا جوه عامله ازاي. النهارده مش اكتر يوم مشمس، بس يا رب ما تكونش حر جامد. يعني ما تشوفها من بعيد تحس انها رمله، بس هو في الاخر حصى. يعني بيقولوا على الحصى دي اسمها الحصى الرمليه، انا كنت مفكرها رمل بس طلعت فعلا حصى. كان هنا موقع لونلي بلانيت، موقع السفر الشهير، بيعتبره اكتر الاماكن الغير مقدره في كينيا اللي مش واخده حقها من الاخر، يعني بسبب ان مفيش كميه سياح بتيجي هنا برغم ان المكان جميل جدا. وانا شايف ان فعلا المكان ده غير مقدر، مفيش ولا سايح موجود غيرنا، ومكان تحفه وجميل جدا جدا جدا. كان هنا له قصتين تاريخيتين او قصتين خرافيتين. ان المكان ده كان قرية قديمة، وكان الاهالي اللي موجودين في القرية دول جالهم نداء الهي او الى نداء كده من السماء، قال لهم لازم تسيبوا القرية ديت عشان هيحصل للقرية دي كارثة وهتنزل كلها وتتساوى بالارض. كل الناس سابت ما عدا ست وحيدة فضلت وقررت ان هي تعيش هنا. بيقولوا ان القرية كلها وقعت تحت الارض فعلا، بس الست الوحيدة اللي بيتها فضل عايش وفضلت عايشة وموجودة في المكان ده، ودي بتهيألي الصخور اللي لسه عايشة ولسه مستواها بمستوى الارض. نعناع شاي. نعناع شاي. نعناع شاي. نعناع. تعال. تعال يا حبيبي. جاي جاي. بتعمل نار هنا وبتاع، عايشة فيها دور البدوية، وبتقول لي تعال اعمل لك شاي نعناع. فين نعناع؟ ها؟ فين نعناع؟ فين الشاي؟ in the making. الجزر هنا سبحان الله طلع كده، يعني شجرة هناك وهي معدية الناحية ديت من فوق النهر. جاء الأسطورية التانية بتقول ان المكان ده كان سكنه عيلة غنية جدا، من كتر الغنى بتاعهم كانوا بيستحموا كده في لبن البقر بتاعهم، فالربنا كان غضبان عليهم فخسف فيهم المكان. عشان كده تقدروا تشوفوا دلوقتي الالوان اللي هي الحمراء والبيضة واللي هي دليل يعني على لون اللبن والدم. خلصت المهمة على نجاح، ودومينيك قلبت بقت حمرة ولا لأهلي. وأنا بقيت أحمر أنا كمان. قاعدين بقى شوية كده نرتاح عشان نرجع على الهوستل تاني. بس قبل بقى ما نروح كان لازم نشرب حاجة ساعة عشان احنا هنموت في الحر ده. No matatus for my size. No matatus for my size. What should I do? Bahia de Santa Pato. Eu mando
life we get missing.